أحسن الله إليكم. السائل عبد الله بن محمد يقول: ما حكم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكنه لا يفعل ذلك في شخصه، إما أن يكون غلب على ذلك أو نحو هذا من الأعذار؟ يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأمر الله جل وعلا بذلك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويجب عليه تجنب ما ينهى عنه وفعل ما يأمر به ولا يخالف ذلك بقوله أو فعله. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت هو أشد البغض، الله يبغض هذا العمل أشد البغض. فيجب على الآمر والناهي والداعي إلى الله أن يمتثل ما يأمر به وما يدعو إليه قبل الناس حتى يكون قدوة حسنة. أما من خالف قوله فعله فهذا آثم ومتوعد بالوعيد الشديد. شعيب عليه الصلاة والسلام يقول: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فيجب على من يدعو إلى الله ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون أول من يمتثل ذلك في نفسه. أما إذا أمر غيره بالمعروف ونهى غيره عن المنكر وهو لا ينتهي ولا يفعل المعروف، فهذا معرض نفسه للوعيد. لكن مع هذا يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو كان يقع في بعض المخالفات فإن هذا لا يسقط عنه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن بعض الناس فضلة الشيخ قد يرد عليه إشكال من مثل ما ذكرتم من النصوص أن يأمر ولا يعتمر، أو قول أو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل الذي يدور في أقتابه في النار فيراه أهل النار يقولون: كنت تأمرنا وتنهانا. نعم، هذا لا يدل على أنه يترك الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الرسول لم ينهى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يعمل بما يقول، لم ينهه عن ذلك. نعم. والآية لم تنهه عن ذلك، ولكن هذا مما يوجب عليه أن يكون هو أول من يمتثل ما يأمر به وما ينهى عنه. أما إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل المخالفات فقد جمع بين سيئتين: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل المخالفات. أيضا لا يسلم أحد من النقص، لا يسلم أحد من المخالفات، فلو لم يأمر ولم ينهى إلا من كان كاملا تعطل هذا الجانب، جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن الواجب التوبة إلى الله وإصلاح القول والعمل، وأن الإنسان يأمر وينهى نفسه قبل الناس، هذا هو المطلوب. نعم.